اختاروا حتى عقيدتهم، ليس من حقهم أن يختاروا بإرادتهم ما يعني الطريقة التي يحيون بها، يرون لأنفسهم سلطانا في مصادرة حق الحياة والضغط بكل الوسائل الخارجية والداخلية على الدولة وعلى المسؤولين وعلى الأغلبية المسلمة التي سكتت كثيرا من أجل مصادرة حق الحياة، حق أن يدخل الإنسان في الدين وحق الحياة نفسها لمن أصر على الثبات على الحق. فلماذا تقبلون العبودية لغير الله؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنا نقول هذا دين الله عز وجل، إن تولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ندعوهم إلى أن لا يتخذوا بعضهم بعضا أربابا، لا تقبلوا عبودية غير الله. أنتم إن كنتم تريدون دين المسيح صلى الله عليه وسلم فدين المسيح هو هذا الإسلام، هو الذي جاء به عليه السلام. ونقول راجعوا ما بأيديكم من كتب حتى بعد التحريف، اجمعوا أقوال المسيح فيها، فوالله لن تجدوا العقيدة التي تدينون بها من التثليث من الأقانيم الثلاثة ما تلفظ بها المسيح ولا قالها، ولا قال أن الله ثلاثة أقانيم، بل قال فيما بين أيديكم ما أخبر الله عز وجل به عنه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تجدون في إنجيلكم الذي بين أيديكم أن المسيح قد قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، يقول هذا عن نفسه في مخاطبة الشيطان، ويقول أيضا مخاطبا لربه عز وجل متعبدا له مع صلاته وسجوده: إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. من يقول بهذه العقيدة إلا أهل الإسلام؟ إن كنتم تريدون دين المسيح فدين المسيح هو لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نقول إن الدين عند الله الإسلام، فبادروا إلى الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يغرنكم من ينافق ممن ينتسب إلى الإسلام ويزعم أن دين النصرانية على ما هو عليه دين مقبول عند الله أو أنه ليس بكفر، والله إنه الكفر بعينه. نص كتاب الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مآل من مات على هذا الدين إلى النار والعياذ بالله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لذلك نقول بادروا بالتحرر. لماذا تقبلون العبودية لغير الله؟ لماذا تتخذون بعضكم أربابا من دون الله؟ لماذا تقبلون أن يتحكم فيكم من يرى نفسه صاحب الحق في حياتكم وموتكم، في فكركم وعبادتكم، يريد أن تظلوا عبيدا له مدى حياتكم؟ أفيقوا قبل فوات الأوان. نسأل الله عز وجل هداية من أراد الخير إلى دين الحق. نقول بعد ذلك: ندعو العلماء والدعاة والمتخصصين في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية إلى دراسة، يعني دعوة إلى مقاطعة الكنيسة الأرثوذكسية ومن يتعصب لها، والمقاطعة الاقتصادية لكل هؤلاء الذين يستمرون في غيهم. يدرس هذا الموضوع، هذا أمر قد يكون مؤثرا في حقهم، ولا بد من أن يعني يتوقف هذا التجاهل بل هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين. نحن نتكلم كثيرا عن المصالح والمفاسد ونقول لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، ولا بد
أن نراعي ما يترتب على أي فعل من الأفعال لمصلحة البلاد ومصلحة المسلمين وغيره ممن يعيش معهم. ومع ذلك فنقول الأمر بعد مزيد الاستفزاز ومزيد التجاهل لمشاعر المسلمين سوف يصل إلى أن لا يسمع أحد كلام أهل العلم ولا أن يلتفت إلى ما ينادون به، فيقول الناس أي مفسدة أعظم من هذا. فمثال على ذلك هذه الوقفة التي يعني دعي إليها غدا، هذه الوقفة لم يستشر فيها أحد من أهل العلم ولا من الدعاء، وإنما يعني يقوم بها أناس لا نعرف عنهم أمرا ولم يعني يشاوروا العلماء ولا الدعاء في المصالح والمفاسد، لأنهم يعني سوف يتركون العلماء والدعاء والشيوخ وطلاب العلم يتكلمون في واديهم ويتصرفون هم في واد آخر. لذلك الباب خطير فعلا، ولا بد من يعني تغيير الموقف عما هو عليه الآن. الأمر جد خطير ويعرض الأمة كلها للخطر، ويعرض المصالح العامة للبلد للخطر. أسلوب غير مقبول بالمرة، لا ينفذون دستورا ولا قانونا ولا شرعا. الشرع منذ زمن لا ينفذ ولا يطبق، لكن ندعوهم إلى أن يمتثلوا إلى شرع الله عز وجل، وإلى أن يمتنعوا من تسليم أي مسلم أو مسلمة إلى الكنيسة، بل لا يجوز أن يعرض على الكفر ولا يقال له اجلس مع من يحاول إقناعك بالكفر مرة أخرى، لا يجوز ذلك. بل تأخير الإسلام عن من جاء يريد الإسلام، نص العلماء على أن هذا إذا قال له انتظر قليلا أو إلى غد أو إلى آخر المجلس أن ذلك ردة ممن يفعله، فكيف يطالب بذلك؟ ثم نقول هذا خلاف ما أقمتم من أجله، من أجل أن تحفظوا ما أقسمتم على احترامه من الدستور والقانون الوضعي. فلا الشرع أقمتم ولا الدستور والقانون به عملتم، ماذا تنتظرون إذن من الناس؟ الأمر بلا شك يعني خطير، لابد من حل ولابد من علاج غير هذا الحال المزري الذي وصل إليه الأمر. وإن كنا دائما ما زلنا نقول لابد أن نراعي المصالح والمفاسد، والله المستعان.